تميم. تميم اخويا سهله شنو يعني لك؟ كل شيء يعني. تميم هواي ساعدني يعني بطريقه الناس ما تستوعبها يعني. لما انا اجيت وكان عندي مشكله باللهجه باللغه، انا احيانا اذا نصور مشهد وانا قلت مثلا كلمه بالسوري اوكي يوقف في الهاي يقول لا خلينا نعيد لانه قالها غلط. وهاي لاني يهتم بي ويرودني اكثر شخص اهتم بك اكثر يعني بالممثلين، اكثر شخص اهتم بي طبعا. عندك تواصل يعني الان وياه تليفون دائما طبعا تتصل عليه؟ تمام. متوفر حاليا هو؟ خلينا نشوف. يلا نجرب. افتح الحاكية خليه هناي منك حبيبي حمودة. هلا تميم شلونك؟ هلا قلبي شلونك؟ شو اخبارك؟ مشتاق لك حبيبي. انا هسه بلقاء برنامج ليالنا مع محمد الافندي حبيبي، فاتح لقاء. اريد اسالك سؤال او يلا خلي طبعا. اوكي تمام. اول شيء نقول لك تحياتنا لك، نجمنا الجميل تميم. شلونك؟ تدول عمرك. تمام بخير الحمد لله، انت شلونك؟ يا حبيبي انا بخير، واحنا متابعيك من بعيد لبعيد، ولليوم انت تارك بصمه كلش حلوه، واليوم صورتك موجوده ويانا بالبرنامج على الشاشه، واحنا فخورين بيك جدا. الله يخليك ويسلمك حبيبي. حبيبي تميم، فالسؤال ايش وقت يتعب اعصابك احمد؟ ايش وقت؟ بالعكس احمد كلش لطيف زين، واحنا انا ويا علاقتنا مثل الاخوه يعني مو اصدقاء. أي. فما اشوف هذا يعني، ما عندنا هذا الاكشن، ماكو تعب يعني ابد. ما جاملته ابد ابد والله، دائما احكي صراحه حمودي يخبل كلش وهواي حكي بيك ونجم يا حبيبي. اتمنى له كل التوفيق يا حبيبي. شنو النصيحه اللي تحب تقول لي اياها وانت ابن اسره فنيه مثل ما هو ابن اسره فنيه؟ انا اتمنى له كل الخير ومتوقع له انه بعد راح يصير اكثر نجم. أوكي. وبالمستقبل اكيد راح يكون احسن واحسن. تمام، اريد فد نصيحه تبقى ببالنا وبباله. انه خليك دائما مبتسم مثل ايجابيتك، مثل حبك للناس. حلو، هذا شيء كلش حلو بيك. تمام، وبس اتمنى لك كل التوفيق. تمام. هو اخوي انا كلش احبه حمود. تمام، واحنا هم نحبك وتحياتنا لك، ونشوفك ان شاء الله بليالينا قريبا. تدوال قلبك حبيبي، اكيد يسعدني هذا الشيء يا حبيبي. انا شرفني جدا، وقت سعيد يا حبيبي، وانت مبدع، وان شاء الله اشوفك بنجوميه اعلى. تدوال عمرك حبيبي. تحياتي تحياتنا لك يا طيب، تحيات حبيبي حبيبي. يلا باي، نتخابر تحياتنا استاذ حيدر، ما اعرف اذا تمام. تحياتنا لتميم، ان شاء الله يكون ضيف.